السلام عليكم. غنشوفوا دابا ان شاء الله البروغراماسيون ايفونومونسيال، وخصوصا نبقاو مع لي زيفونومون تاكس تشانجد. بعد ما شنا الطريقه الاولى باش نقدر ندير كونترول اوتيليزاتور باش ندخل غير العدد الاعداد، اش درت؟ درت انت اكس اكس انت بوان بارز تي ان بوان تاكس. الا كان بغي بارزي ودازت الامور مزيانه تبارك الله، الا كان شي كاركتر غيدخل لهنا وغيدير لنا تي ان بوان بوان كلير. الا لاحظتي حتى غنكزيكوتي كما قلنا بهذه القضيه ديال التري كاتش تسمى لي كونترول اوتيليزاتور. فوالا، دابا الى دخلنا شاند كاركتر، ما تخلينيش ندخل لي شاند كاركتر، فوالا تيمحيهم، ولكن لا الا كانت الاعداد تيخليهم صافي. الى درت غير شي شاند كاركتر تتمحى ليا كلشي. دابا بغينا هنا، اش بغينا في هنا؟ ما بغيناش تمحى لنا كاع. تخيل كان دار هنا، ولكن لا الى دار او خاصة تحيد هاد لا دار بي، خاصة تحيد هاد بي وبقاو العدد القديم. إذا غنستعمل واحد الخاصية سميتها إز نمبر، إز نمبر. غنشوفوا إن شاء الله واحد الخاصية ديال إز نمبر. فوالا إز نمبر، غنشوف واحد الميثود ديال إز نمبر. إذا غنمشي عند الانترفاس جرافيك ديالي، نحاول نبروغراميها في ليفينومون. هنا درت هنا تري كاتش، غندير طريقه اخرى باش نقدر ندخل الاعداد، ولكن هذه المره غندير واحد اللعبه ديال از نمبر. انا شو كليكي جوج مرات على تكست تشانج غيجيني هذا ليفينومون، ونحاول نخدم الخدمه ديالي. مثلا غنمشي ندير سترينغ مثلا شي شاند كاركتر، مثلا سي اش يساوي تي دو بوان سميه ديال تي دو، تي دو بوان تكست، تي دو بوان تكست، t de point texte. Voilà. Je de longueur d'yela. Je de longueur d'yela. On dit int, hata. Int l u c oui ch point length. Voilà. Point virgule. وغنبوكلي على كل حرف. دابا هاد از نيمي از نمبر تتخدم مع الشار، مع لا كلاس الشار. وشنو هو الشار؟ يعني كاركتر بار كاركتر، تتاكد واش الي هادي ولا هادي. اذا غنمشي غنبوكلي على كاع لي كاركتر كاملين. اذا فور اي تساوي واحد حتى الاخر حتى ال، باش نباركوري كاع لي كاركتر ديال شاند كاركتر. وغنستعمل واحد الخاصيه ديال اف بين قوسين اكولاد مفتوحه استسمح. فوالا، إذن إف أكولاد، أكولاد مفتوحة، أكولاد مسدودة. ونستعمل واحد الخاصية ديال الكلاس شار، إذن شار بوان إيز نمبر، واش عدد ولا لا؟ كاينة فيها فري ولا فو؟ إذن غنشد هاد هاد الشاند كاركتر ديالي، شنا هي؟ هي سي أش كاركتر واحد، إذن كاركتر واحد سي أش is number، وناخد هذاك الكاركتر كاركتر بكاركتر سي is number سي اش دو اي سي اش دو دو اي شي تزويره ايغالا. الا كان الشار از نمبر هاد الشاند كاركتر يساوي فولز، فوالا هاد الكاركتر هذا نحاول نحيدو سي اش دو اي. نحاول انني نعطيه شي ميساج، نقول له اتونسيون ميساج بوكس، ميساج بوكس بوان شو، نقول له فو دوفي اونتري سولمون لي فالور نيميريك. Voilà. Number only, مثلا. Number only. Voilà. ونحاول انني نحاول نستغل هذاك الشيء اللي عنده صحيح. يعني نبقى نشد شاند كاركتر حتى لهذاك العدد وما نخدمش به. اذا غنستعمل الخاصيه ديال ساب سترينغ. اذا تي دو غتولي دي تي دو بوان تكست يساوي تي دو t2.text point substring من الانديس
رقم صفر شحال من كاركتر بغيت هو ال موزا فوالا باش داك العدد اللي خطا فيه يتحيد ويبقاو غير الاعداد العاديه. اذا نحاول نشوف دابا ليكزيكوسيون اذا كما قلنا هنا غنعطيو غير الاعداد وهنا غنعطيو شي اعداد هاد 3 غنعطي شي جي مثلا جي غيقول لي نمبر اونلي وغيرجع لي العدد ديالي يرجع لي غير هذاك العدد. ونقدر ندير هنا نقدر نبدل شي حاجه مثلا 6 و7 فوالا وندير صوم فوالا. دابا مزيان دابا نقدر نزيد دابا شي عدد نجيب شي كا باغ اكزومبل هاكا يقول لي نمبر اونلي حيد لي الكا ديالي ونقدر نزيد مثلا شي اعداد ها هي مثلا ندير الصوم ديالي ودير لها الصوم. اذا اش تعلمنا من هذا الفيديو؟ تعلمنا تكست شانجد، تعلمنا لا فالور از نمبر، واحد لا ميثود از نمبر اش دير تشد واحد الشعر وتتاكد واش انه عدد ولا هذه، واستعملنا جوج ميثود باش نقدروا ان هذا الشيء يكون حصري. اذا دخلنا غير الاعداد تنحتاجوها بزاف، خاص هاد لي تكست بوكس يدخلوا غير الاعداد. اذا جوج طرق يا يعني اما الطريقه الاولى اللي تبان لي مزيانه هي تري كاتش، شوف تري كاتش تي ان بوان كلير، ولا الطريقه الثانيه زوينه تتعلمنا بان كاين خلل ولكن تتحيدنا غير هذاك العدد اللي كان. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء دابا في الفيديو المجيء ان شاء الله. ستوب.